السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم، تحية من القلب. كنتمنى أن الكل، أي حد غادي يشاهدنا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، أن الكل يكون في تمام الصحة والعافية. وكيف ما تنقول دائما الإخوان والأخوات، الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، فكيف ما لاحظتوا استكمالا مني المعطيات ديال هذه القضيه ديال الايمان الرباطي، قضيه ديال مولات خيزو، مولات المعروفه يعني بمولات خيزو، مولات الجزره فوزيه، والزوج ديالها حسين الرباطي، في هذه المتغيرات الجديده وفي هذه القضيه اللي كيف ما تنقول يعني تعيا الباطل انه ما يعلي عاليا، ولكن ملي كتدق ساعه الحقيقه وساعه الحسم، ف العدالة الربانية يعني كتخوض المجرى الطبيعي ديالها وكتبان لنا الحقائق جلية. إذا الإخوان والأخوات، يعني قبل ما أنني نتشارك معكم مجموعة في الختام ديال هذا الفيديو التسجيل، اللي كما كتعرفوا هذه السيدة متهمة في القضية اللي هي زوجة الأب، عندها مجموعة ديال الأمور، مجموعة ديال الملفات اللي متورطة فيهم، ومجموعة ديال الأمور اللي بكل صراحة اللي جعل منها واحد البعبع اللي خوفات الكثير والكثير والكثير من الناس، واللي يعني منهم ناس اللي كانوا كيقولوا الحق في هذه القضية، منهم ناس اللي كانوا قراب من الملف، منهم بزاف ديال الناس يعني اللي كانوا كيعتبروا نفوسهم ضحايا، وهم فعلا ضحايا للعنف الرمزي او للعنف اللفظي او للعنف اللي كيتجسد في ارض الواقع اللي فيه التهديد وفيه مجموعه ديال الامور، لان هذا الشيء راه بالاثباتات والادله والتصاريح ديال الناس اللي تعرضوا ليه فعلا من طرف هذه السيده، اللي بانت مجموعه ديال الامور اللي كتبت فعلا ان عندها واحد اليد كبيره، وفي القريب العاجل هذا الامر هذا غادي تحسم وغادي يثبت بصفه نهائيه عن طريق القضاء المغربي. كيف ما كتعرفوا القضيه دابا راها جنائيه، قضيه جنائيه، ما بقاش اللعب، ما بقاش المزاح في هذا الملف، ما بقاش اللعب. وراني تنقول دائما في الفيديوهات ديالي بخصوص هذا الملف، ف الملف ديال زينب ملف حاسم في القضيه، ملف اللي خلى السلطات في 4 مارس 2021 انها تفتح التحقيق من جديد، ملف اللي التشريح الطبي ديال زينب المرحومة من بعد ما تم الاستخراج ديالو، وغادي نخلي لكم الإخوان والأخوات يعني في ذاك الأيام لما تم الاستخراج ديالو، درت واحد الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في علامات الآي من بعد تنزيل هذا الفيديو هذا إن شاء الله بحول الله، اللي بغى يشوف هذيك المعلومات اللي قلتها في هذاك الوقت. فهذاك التشريح الطبي وهذيك الأمور كلها خلات أن الملف الآن يولي جنائيا. علاش؟ لان محكمه الاستئناف ماشي من الاختصاص ديالها هذا النوع ديال الجرائم، لان الجرائم هذه جرائم جنائيه. ملي تنقولوا جرائم جنائيه اخواني اخواتي، اذا راه هذوك الناس باقي مشدودين لحد الساعه، الا وانهم مرتبطين بهذه الجرائم الجنائيه اللي كاينه. وهنا كيبان لكم الحق عاليا، يعني بين واضح وبين اشنو كتخفي هذه المعطيات في هذه القضيه هذه. فانا قلتها لكم سلفا اخواني اخواتي، تشاركت معكم مجموعه ديال المعلومات، وقلت لكم مره غادي نبقى نقول لكم علاش انا مرتبط بهذا الملف اخواني اخواتي. يعني غادي نفتح هذا القوس ودغيا غادي نسدو باش غادي نتشارك معكم التسجيل. كنتمنى انكم يعني تشاهدوا هذا الفيديو للاخر، وايضا ما تبخلوش علينا باللايكات، واللي كيشاهدني اول مره انه يشترك في القناه فضلا وكرما منكم اخواني اخواتي. فارتباطي بهذا الملف ديال الايمان ارتباط قوي وكبير جدا، والناس اللي تبعوا الوقت ديال تفجر القضيه غادي يعرفوا علاش كنتكلم، لان قناه ميد لايف في البدايه ديالها كانت كندير لها اسم ديال الواقع تي في، وكان هذا الملف ديال ايمان الرباطي كان يعني طفى هذه مده ديال ازيد من عام ونص اخواني اخواتي. انا بحكم انني بديت في يوتيوب وبغيت انني نحقق واحد التقدم في يوتيوب، لانني كندير محتوى تقني، ما قناة يعني ما تحركاتش. من بعد دخلت يعني القضايا وليت كنتناول القضايا، وطرقت لهذاك الفيديو فيديوهات قديمة خديتهم من واحد الموقع ديال طفلة إيمان، وعاودت خرجتهم. لما خرجتهم يعني فيديو في الفيديوهات يعني في هذيك اليومين الأولى، يعني أنا نزلت تقريبا جوج الفيديوهات في أقل من 24 ساعة ديال الإيمان،
وانتشروا بواحد الشكل كبير مباشرة من بعد الانتشار ديالهم. وصلوا لواحد السيد اللي كان ظن هو رئيس الجمعية الحقوقية، ورسل احد الفيديوهات النزهة العلوي او لا وصل لها بشي طريقة اخرى. المهم وصل الفيديو اللي دار ضجة، من بعد لقيت بان خرجت السيدة نزهة العلوي الاعلام وقالت بان دخلات في هذا الملف كمؤازرة لزوجة الاب وللايمان، لان في البداية كانت هي معاهم يعني في بداية القضية، لكن من بعد تم الاكتشاف. يعني هنا كيبان لكم واحد الارتباط يعني ديالي بهذا الملف ومدى حجم هذا الارتباط، لان كانت الفيديوهات في البدايه يعني انا ما كانش عندي واحد الارتباط عاطفي، يعني درت الفيديوهات باش ان يعني نحقق نجاحات في القناه وانني نربح سوايع وندير مشتركين باش ان نقدر نوصل للربح كاي انسان مغربي يعني كيطمح. ولكن من بعد بدا واحد الارتباط في هذه القضيه وتبعتها على مدار يعني التفجر ديالها اللي كانت الفيديوهات ديالي يمكن نقول شرارة يعني ما وصلت إلي القضية الآن، والحمد لله، بالإضافة إلى كل إخوان والأخوات الآخرون يعني اللي كانوا كيتطرقوا لهذه القضية، وأيضا الناس اللي عجبوا حملوا الملف ودخلوا في القضية اللي هي السيدة نزهة العلوي، واللي من بعد يعني ولات بنت أمور أخرى. والحمد لله الآن حنا راه غادي هذا الملف هذا في الطريق الصحيح، وراه في الأيدي آمنة هو القضاء المغربي إن شاء الله بحول الله، وغادي نشوفوا المستجدات. الآن الإخوان والأخوات غادي نشارك معكم واحد التسجيل اللي فيه مجموعة ديال المعلومات، كنتمنى أنكم يعني تشاهدوا معايا هذا الفيديو هذا للآخر، وما تبخلوش علينا باللايكات وأيضا بالاشتراك في القناة، وعلى بركة الله نكملوا هذا الفيديو هذا والتسجيل ديال الأستاذ نزهة العلوي اللي فيه يعني مجموعة ديال الأمور ومجموعة ديال المعلومات. العلوي موسع الجهوية لجمعية السيدات المغربية. أنا راه بغيت نبين الناس بأنني أنا راه توصلت بالشكايات ديال الناس اللي الضحايا ديال مرات الأب، راه عند بزاف ديال الشكايات، وكل شكاية وشنو فيها؟ اللي فيها الحريقة حرقاهم حرقة لهم الدار، اللي فيها قرلعت لهم الجليج، اللي فيها التهديد، اللي فيها حتى هي القرعة وخزو، ها هي اللي فيها مرا حاملة غتجيبها تنزل عليهم باطل بيها، اللي زائد التهديد كانت غتضرب واحد السيدة بالطنوبيل ديالها. يعني هاد مرات الأب يعني سيدة واصلة بالجرائم ديالها واصلة، والمشكل الناس ما تياخدوش حقهم، كيديروا شكايات ما تيعرفوش المآل ديالهم فين وصلات، اولا كيتغبروا. هاد السيدة بغينا نعرفوا الناس اللي مساندها شكون هي، وشكون اللي كيغطي على الاجرام ديالها، وشكون اللي تيعاونها. الله، من هذا منكر من هاد السيدة، هادي طاغية طاغية كتغى على الناس مساكن، كتحقر على الناس، بحيث بدات السيدة اللي كانت ساكنة. عليكم قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة باش توصل بجديد الأخبار إن شاء الله. عندها راه هنا عندها، قالت لها تعطيني في الأول 100,000 ريال، في التالي ولات مليون، حتى ولات 10 المليون. ملي قالت لها 10 المليون أنا ما عنديش، كنقري ولادي عندي جوج كيقراو داك الشيء على برا، نط درت يا ولدها، طلقات المسجلة على حر الجهد وبدات كتهرس في الدار وكتكرط الحيوط وكتقلع الجليج. هي ولدها كان ديك الساعه صغير، ولدها الكبير. الله، من هذا منكر من هذه السيده. بغينا الله يستر، بغينا الله يرحم الوالدين، بغينا هذه السيده تاخذ فيها التحقيق، يفتحوا فيها تحقيق ويشوفوا الضحايا ديالها، ويشوفوا هاد الناس اللي تعدات عليهم، يديروا معاهم الحل وياخذوا لهم حقهم، والقضاء ياخذ مجراه نيت. وهاد المرات الاب راها كارثه ومجرمه كبيره. ايمان حنا ما نسيناهاش، حنا مع ايمان، وايمان ضروري تاخذ حقها، ولكن هاد السيده هادي تعدات على البشر، تعدات على كل شيء. طاغيه هاد السيده، طاغيه. وبغينا التحقيق ياخذ المجرى ديالو ويمشيو للملفات، هاد المساطير يتعاودوا يتفتحوا من جديد باش تعرفوا هاد السيده شكون هي، وشوفوا المستوى ديال الاجرام اللي وصلت ليه. وحاجه اخرى انا مازال كنقولها، احنا انا مع ايمان، انا شخصيا كما كنتش مع ايمان ما غاديش نفضح مرات باها وشنو دارت فيها. غنخلي قلت براسها، لان انا بعدت من الملف، ملي خديت التهديد منها بعدت من الملف. ولكن باش تنزل باطل
وتجيب الوثائق، والقضاء كياخذ بالحجاج بالوثائق، تزورهم وعندها اللي كيصوب لها هذا الشيء، بغينا نعرفوهم. وحاجه اخرى، البنت مسكينه ديك الضغط اللي عليها كتخاف، وعلى هذه الجاره ديالها اللي خرجت بالتصريح وفضحاتها وكانت كتشوف بعينيها كل شيء وكذباتها. انا عندي اوديو ديال السيد اللي هو وقعد له مع هذاك الشيء، اللي صيفطات له البنت، عكرت له وعرتها وصيفطاتها له. عندي البناي عندي، انا ما كذبتش ديك السيده، هذيك الهضره اي هضره قالتها الا وكاينه، اي كلمه قالتها اللي دابا منزل عليها باطل. قالت لك ما مزوجاش، ما هي عندها صوابق. حقا السيده قالتها، قالت لك انا تربيت في الزنقه ملي مات با امي، عندي صوابق ايه، ولكن هذا السيد جا نقدني من الشارع، لان كانت في الشارع وتهمتني حتى انا شايفها جوج مرات، تهمتني حتى انا وحاضرين الصحافه معانا، يعني داك الصحافه حتى هما رداتهم فاسدين. وهذه السيده وبزاف على هذا الشيء ديالها، شاش الشريفه راه غنتبعك قضائي، حضري لي الفيديو اللي قلتي صورتيني انا مع راجلك وغادي نتبعك قضائيا. عندي نقطة أخيرة بغيت نقولها، الله ينصر القضاء. أكيد إخواني أخواتي، تبين لكم حجم الشكايات اللي موضوعة وحجم الشكايات يعني اللي طالت هذه السيدة اللي ما اقترفت يداها، يعني من أفعال، على الرغم من أن التسجيل هذا يعني قديم، ولكن راه نفس عدد الشكايات وتزادت الشكايات، فكاينة شكايات كثيرة وكثيرة، ولكن أبرز هي الشكاية ديال الشرطي اللي تم اتهامه بأنه وراء الحادثة اللي على إثرها توفات المرحومة زينب. إلى هنا الإخوان والأخوات، يعني جيت الختام ديال هذا الفيديو، كنتمنى أنكم ما تبخلوش علينا بلايك، وكنتمنى لكم تمام الصحة والعافية وخير الختام. السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.